حضراتكم في الفقرة الثانية النهاردة، وهي فقرة مهمة جدا ان احنا هنتكلم فيها عن التأهيل النفسي للرياضيين، بس كمان منذ الصغر، صغر كمان وفترة المراهقة والشباب. وعايزين كمان هنا نركز على فكرة كمان المنتخبات، يعني ازاي يتم تأهيل البطل او اللاعب لأي منتخب او اي بطولة يعني هو مقبل عليها. فدي اعتقد حاجة مهمة جدا، ولو ذكرنا هنا كأس العالم كمان اليد اللي هيقام في مصر يناير 2021، فاعتقد مهم جدا ان احنا كمان نتكلم على النقطة دي. خلينا نرحب بالدكتور وائل رفاعي، أخصائي الطب النفسي الرياضي للمنتخبات والفرق الرياضية. أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. أهلا بيك. وعلى مشجعي النادي الأهلي ومنتخبات مصر، ويوم جميل مليء بالطاقة النفسية والنجاحات والإنجازات، ونسأل الله العافية، قمة الويل بينج، الصحة النفسية العافية. ان ربنا يقول لك ربنا يديك العافيه. دي مش كلمه كده دارجه ولا مصطلح، ده مصطلح علمي قوي جدا، هو بيحتل قمه السيكولوجي، ان الانسان يبقى عنده العافيه، الويل بينج او الويلنس، يعني انسان ربنا موفقه في نجاحات وانجازات وبعد عنه الشرور، وعنده منتال هيلث، صحه نفسيه وبدنيه، ان يقدر يستمتع بحياته ويتحدى الضغوط ويشتغل. فدي اهم حاجه، فنسال الله العافيه لكل العالم ومصر طبعا. اللهم امين. اللهم امين. احنا هنتكلم مع حضرتك بقى لو تسمح لنا في البدايه على فكره التاهيل النفسي للاطفال تحديدا، هنمشي مع حضرتك بالترتيب، وخصوصا ان النقطه دي مهمه جدا، ويمكن انا ونهاوند اتكلمنا عنها قبل كده في سياق مختلف حبتين، بس نفس المبدا ونفس الفكره، ان في كتير من الاهالي بيكون عندهم اطفال عندهم طاقه جباره وغالبا موجهه في اتجاهات سلبيه، فايه دور التاهيل النفسي سواء للطفل ده او حتى لاولياء الامور، فكره ان هم يعني ياخدوا الطاقه السلبيه دي لاطفالهم ويحولوها الى طاقه ايجابيه من خلال ممارسه الرياضه. الحقيقه احنا عندنا بعض المفاهيم والمدركات الخاطئه. فمثلا لما الولد يتحرك كتير في البيت، انت شقي اقعد شوف فلان شيكو قاعد وهادي ازاي؟ بالعكس، الولد لما يتحرك في السن الصغير ده انديكيتور او مؤشر انه عنده صحه نفسيه وبدنيه كويسه. لان الميلينيوم تيشيو او الاغشيه الميلانيه اللي في المخ، ودي ليها علاقه بالعمليات العقليه والقدرات العقليه، لا تنمو الا عن طريق الحركه. فالطفل اللي هو قاعد ساكت ده انا اخاف منه ان يبقى عنده الينيشن او انطواء او انعزال بعد كده، وعملياته العقليه مش زي الولد اللي بيتحرك، بالعكس الحركه مؤشر كويس. وزي ما تفضلت كريم بيه وقلت ان الولد لما بيعمل ريليز يفرغ الطاقه دي ما بتختزنش يعني عندها هنا في المخ او في المراكز العصبيه، فبيطلع طفل طبيعي، عملياته العقليه سليمه، تفكيره سليم، صحته كويسه. لكن الولد لما بيعمل كبت لهذه الطاقه، اقعد خليك انت كويس ما بتتحركش وشاطر وما بيخرجش ويعمل ريليز، دي بتختزن في المخ وفي المراكز العصبيه، بيبقى ولد غير طبيعي، اب نورمال، وبيعاني من مشكلات نفسيه وصحيه في المستقبل. فلازم نشجع اولادنا بدايه زي ما حضرتك تفضلت ان هم يخرجوا الطاقه ويعملوا ريليز ويلعبوا. حتى اللعب دلوقتي اسلوب للعلاج، زي الفن ما هو اسلوب للعلاج، زي الالوان اسلوب للعلاج، اللعب اسلوب للعلاج، وخاصه في السن الصغير نربط البيئه والحساب الماس او الساينس او الانجليش او باللعب وبالاماكن الطبيعيه اللي الاولاد بيتحركوا فيها، الاوبن اريا او اللاندسكيب والاماكن الجميله اللي هم بيلعبوا فيها. فجميل قوي 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 ان نشجع الاطفال الصغيرين على الحركه عشان الطاقه السلبيه اللي حضرتك قلت عليها نخرجها، وعلشان يبقى عندهم صحه نفسيه وبدنيه وعملياتهم العقليه تبقى كويسه. يبقى اذا الاغشيه الميلانيه في المخ ما بتنموش عن طريق الحركه. الدوبامين اللي هو الانزيم الخاص بالسعاده، يعني حضرتك لما تكون بتاكل اكله جميله وبتاكل معاها فلفل حراق بيشتغل على الدوبامين بتاع المخ، فتحس ان انت زي الاورديفر، شهيتك اتفتحت ومبسوط. ليه؟ عشان بيشتغل على الدوبامين. الدوبامين ما بيفرزش الا عن طريق الحركه والعبادات. فالانسان اللي محافظ على علاقته مع ربنا وعنده مديتيشن تامل وبيتحرك، هو اللي الدوبامين بيشتغل عنده، فيشعر بالنوع من النشوه او السعاده، زي ما اجيب كده هدف او تخلص تمرينه جامده تحس ان انت مبسوطه خارج من الجاكوزي او الساونا او التمرين، مبسوط. ليه؟ عشان عملت حركه والدوبامين اشتغل. فده يا جماعه رساله لكل الناس، الاطفال الصغيرين العبوا رياضه، مش لازم الرياضه عشان يبقى تبقى سريته بطل، مش لازم ابني يبقى كده، ممكن ابن كريم يبقى كده، ابن وائل مش مؤهل يبقى كده، ما اعملوش بقى كونفليكت، صراع نفسي واضغط عليه انا هوان واقول له لا انت لازم تبقى زي ابن كريم. كل واحد ليه امكانياته، ففي واحد يكمل في التراك يبقى بطل، وفي واحد يبقى يمارس فور هيلث للصحه والاستمتاع. صحيح. مش كل الولاد يطلعوا رقم واحد، في واحد واثنين وفي الاخير. كلام حضرتك طب الاخير ده احنا نحضره مهم جدا دكتور وائل، لان كمان فكره هنا مقارنه اي طفل اصلا بحد تاني، دي بتربي عنده عقده نقص لما بيكبر، مش مفروض ابدا ان احنا نقارن ولادنا باي حد، يعني لازم دايما نحسسهم ان هم كويسين، ما نقعدش نقول له انت وانت، لا قلل منه، ده شيء بشع. امر مهم جدا ان انا بعمله فرستريشن احباط،
وائل امكاناته غير كريم. طب انا ليه بقارنه بكريم؟ وائل ميوله ادبيه، كريم علميه. وائل بيحب الكوره، تاني بيحب السباحه، ليه اقارنه؟ وائل بيميل للحاجات المنطقيه واللوجيك والتحليل، تاني بيميل للقرايه والخيال وكده. فكل واحد ليه قدرات ربنا مديها له. انا بقى الشطاره ان انا اعرف ابني بيحب ايه واوجهه التوجيه السليم. وهنا بقى فكره التاهيل والاعداد النفسي للطفل، الناس للاسف تفتي فيها بدون علم، يقولوا ده صغير. ده الاعداد النفسي والتاهيل مع يعني الفيرست تيم منتخبات، لا الكلام ده مش مظبوط. الولد ما دام مميز والسنس حواسه سليمه وشغاله بيتم اعداده نفسيا زي الكبير بالظبط، لكن بجرعات، زي ما بيعمل فيه جرعات تدريب بدني وجرعات فني، في تكتيك معين اتعلم في السن الصغير غير تكتيك مع الناس الكبار، طريقه لعبه معينه مع الصغيرين غير الكبار. وهكذا. الطفل الصغير من اول 3 سنوات مخه 90% من مخ الانسان الراشد، لكن خبرات الحياه والتدريب والتعليم هو اللي بيخليه يتعلم، لكن كمخ سليم جدا و90%. طيب الولد 5-6 سنوات كل السنس شغاله كويس، ما انا ممكن اعلمه تدريب عقلي، ازاي يعمل ريلاكسيشن استرخاء، ازاي يعمل تصور عقلي المهاره، ازاي يستدعي خبرات نجاحه من بطوله حلوه او ماتش حلو لعبه. يعني اذا الطفل يا جماعه بيتم اعداده نفسيا. والمدرك الخاطئ ان الطفل اللي بنعده نفسيا لما يكون عنده ستريس وضغط او قلقان او داخل على بطوله او امتحانات، الكلام ده مش مظبوط. هو محمد صلاح والنني ورامي عاشور والناس المنتخبات دي، وانا اشتغلت مع كل هؤلاء النجوم وبفخر بذلك، بيتم اعداده نفسيا عشان هم قلقانين وخايفين ومتوترين؟ لا، لازم احافظ زي ما بدانا الحلقه بمستوى الطاقه النفسيه الايجابيه، اللايف ستايل، اسلوب حياته اللي انا اتعلمت معاه ووصلنا ليه وتعبنا ليه، لازم احافظ عليه. زي محمد نجح ليه؟ لان اللايف ستايل بتاعه غير اللاعبين التانيين، محمد صلاح. فالولد مش لازم يبقى عنده مشكله قلق او توتر او ضغط او خوف عشان اعمل له اعداد نفسي، ده مدرك خاطئ. الاعداد النفسي زي كفتين الميزان، حاجات بنقللها وحاجات بنزودها، يعني التوتر، الضغوط، القلق، يعني كلنا الخوف. محتاجين الحاجات الثانيه بقى، ثقتك في نفسك، انها عنده واثقه في نفسها، لكن محتاجه لقلق اخر تغير السيلف كونسبت، مفهومها عن ذاتها وتطور ذاتها. كريم عنده تركيز عالي، لكن محتاج برضه يعمل تدريبات تركيز عشان يحافظ على التركيز العالي اللي عنده، مش كده ولا ايه؟ صحيح. يبقى اذا الحاجات الكويسه محتاجه تدريب عشان احافظ عليها، والحاجات اللي مش كويسه محتاجه تدريبات عشان اشيلها، اعمل لها كابينج، يعني مواجهه. يعني ده ملف الصحة النفسية، يعني أعتقد في غاية الأهمية. إحنا من هنا بنتكلم تحديدا على الرياضيين، بس أعتقد هو الصحة النفسية كلنا طبعاً محتاجين، وده شيء لا يقلل من الإنسان طبعاً. يعني لأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية. ممكن تروح للدكتور السايكولوجي، ايه المشكله؟ طبعا يمكن الثقافه ربما ابتدت تتغير شويه في الفتره الاخيره، ولكن ما زال برضه بعض الناس بتتكسف تقول ان هي بتزور دكاتره نفسيه. احنا اتكلمنا على تفصيله الاطفال والمراهقين والتعامل النفسي معاهم من حيث التاهيل. طيب على الصعيد بقى الناس اللي هم الرياضيين المحترفين، هل مثلا الرياضي اللي بيمارس لعبه فرديه بيكون عرضه للضغوطات النفسيه اكتر من الالعاب الجماعيه، ولا مش بالضروره؟ هو زي ما حضرتك تفضلت، شكل وطبيعه الاداء، ما نعمل جوب اناليسز، يعني المذيع او المذيعه محتاجين 1-2-3-10 من الشروط او المعايير عشان يبقى كاركتر ناجح. كذلك اللاعب الرياضي، السكواش، البوكس، الملاكمه، يعني كره القدم، نماذج مختلفه، كل حاجه ليها بروفايل، ليها شكل، متطلبات نفسيه. اوكي. طيب الولد في اللعبه الفرديه اوريدي هو معتمد على نفسه، هو صاحب القرار في الملعب، محدش بيتحمل المسؤوليه، يعني تركيزه واضح ولا مش واضح، موده واضح ولا مش واضح، تفكيره وهكذا. فطبعا بيبقى عليه الاستريس اكتر لما الالعاب الجماعيه، للاسف بيبقى في نوع من الايه، التواكل او الاعتماديه. كريم معتمد على وائل في الحته دي في التغطيه في كره القدم، فممكن المسؤوليه تضيع والناس بقى الجمهور يختلف، او الهيد كوتش والجهاز الفني يقول ده كريم او وائل المفروض كان يعمل كذا. يعني في لكن في اللعبه الفرديه دم الخساره بيتفرق ما بين القبائل في الحاله دي، لكن في الفردي انت بس. طبعا. فطبعا الشغل مع الفردي بيبقى انجح وانجع في حاله ان الولد اذا كان مستواه عالي زي رامي عاشور، زي مثلا حسام بكر في البوكس، في الملاكمه، النجوم اللي انا اشتغلت معاهم دول، لما يكون واحد بيستكن. طب الالعاب الجماعيه؟ لا، الالعاب الجماعيه شخصيه الانسان زي بصمه الصباع، مفيش اثنين على وجه الارض زي بعض، حتى التوينز المتماثل كابي من بعض، مش شخصيته مش ممكن يبقوا مختلفين تماما بالزبط. اصلا فلذلك احنا حتى في كره القدم لما بنيجي نعمل برنامج اعداد نفسي، كل لاعب ليه بروفايل والاعداد النفسي الخاص بيه. ممكن يبقى في جروب ثيرابي، علاج جماعي، ومش علاج بمعنى ان هم اب نورمال ومرضى، لا، يعني مثلا ندي جلسه استرخاء لكل اللعيبه، اوكي، جلسه تنظيم طاقه لكل لعيبه، اوكي، لكن نهوان محتاجه جلسه ثقه، كريم تركيز، وائل تنظيم الطاقه النفسيه، او ازاي يمتص التوتر، كل واحد عنده مشكلته. فاذا حتى الالعاب الجماعيه بنعمل برنامج خاص لكل لاعب في الفريق، وكل واحد ليه رول او تاسك مهمه في الملعب، مركز
الراجل الاسترايكر ليه شغل غير الجول كيبر ليه شغل. في شخصيه ممكن تبقى مقاومه لحضرتك؟ اه وارد جدا، برافو عليك، سؤال وجيه جدا. للاسف زي ما انت تفضلتي انا هوند علي وقلتي في ناس بتقاوم الجديد والعلم وحاسس ان هو هيد كوتش يبقى كشكول ولازم هو بيبقى فاهم كل حاجه. وفي يوم من الايام كنت قاعد مع بعض الفرق محترفين منهم دودي الجباس اللي احترف في نيوكاسل الانجليزي، كان اكاديميه خاصه، المدير الفني ما كانش فاهم، فبقول له حضرتك اقعد معاهم السيشن اللي انت عايزها اقول لهم تعليماتك بس ما تطولش عشان ما تجهدهمش، وانا اديني 5 مينيت شود بي انف، 5 دقائق بس اتكلم اللعيبه. قال لي لا يا دكتور انا المدير الفني، انا اللي اقعد اخر واحد مع الفريق. قلت له هي مش كده، احنا جهاز فني، الراجل بتاع الاحماء ده ليه شغل، بتاع التدليك ليه شغل، انا ليه شغل، انت ليك شغل طبعا. انت قائد الدفه وكل حاجه والمركب، لكن انت لما اخر واحد تتكلم ربما تعمل تحفيز لكل الولاد، وائل المتوتر يتوتر زياده، او تعمل كول داون او تهدئه او ريلاكسيشن لكل الناس، نهاوند هاديه تهدى زياده. فانا بعمل التاتش الاخير نفسيا بعد انت ما تحط كل حاجاتك الفنيه عشان لما ينزلوا يطلعوا الفول باور بتاعتهم. فبيقومني واحد تاني هيجي بقى الدكتور وبيطلع مش عارف فين وبيعمل ايه ومع المنتخبات هيقول انه النجاح اسند لفلان لما جه. لا يا جماعه مش كده، دي تورتايه كلنا بنشترك فيها، احنا تيم، فريق كره القدم ده تيم. يعني ايه تيم؟ يعني نجاحك من نجاحي، احنا كلنا بنشارك في النجاح، يعني كل حرف في الكلمه دي يتعمل فيه موسوعات. تيم، تي اي اي ام، يعني توجذر ايفريوان اتشيف مور، توجذر مع بعض ايفريوان كل واحد في الفريق اتشيف مور، ينجح وينجز اكتر. هي دي العقليه يا جماعه المفروض نفكر بيها. الجهاز الفني ده كله جاي عشان خاطر اللعيبه دي، فاللعيبه تسمع كلامهم. وائل بيقول لهم حاجه عشان الكوكتيل يكتمل، الراجل بتاع التغذيه بيقول لهم حاجه عشان الكوكتيل يكتمل، الهيد كوتش بيقول لهم حاجه عشان الكوكتيل يكتمل، بتاع التيبرنج احمال التمرين بيقول لهم حاجه عشان الكوكتيل يكتمل. لو واحد فيهم ناقص انا كاركتري في الملعب بيبقى ناقص، لان انا ما بروحش الملعب بلياقتي البدنيه ولا الفنيه، انا بروح بكل ده مع بعضه. فده لازم يبقى فكر كريم، دي ثقافه يا دكتور لازم تتغير طبعا أصلاً. لما بيشوفوا الانجازات بعد كده بنبقى اصحاب. يعني انا افتكر اشتغلت مع انبي والاهلي والمقاولين وفرق كتير في كره القدم وغيرها، في يوم من الايام احد الفرق رحت له في معسكر في الاسماعيليه، المعسكر المعروف بتاع الفرق، ف سي هنقعد معاهم الساعه 6، قالوا لي ده احنا لسه ما خلصناش تمرين، فانا ابتسمت كده عارف انه بيقاوموا. وبعدين عندنا غدا، وبعدين كان في ماتش ودي مصر وزيمبابوي تاهيل لكاس العالم، ده من سنين طويله يعني. فطبعا ايه المطلوب؟ مطلوب مني ان انا اوازن اوائم ما بين ما اضايقهمش وما بين انا بعتز بمهنتي، ان ازاي انا عارفين ان انا جاي من القاهره عشان اعمل جلسه معينه للعيبه والجهاز الفني، فليا وقت، فازاي ما اخليش في تنس منهم ويزعلوا مني، وازاي امسك العصايه. فقلت لهم طب والله انا هاخد شاور واصلي واتغدى بسرعه كده تكونوا انتوا خلصوا. قعدنا طب عايزين بقى سي ربع ساعه بس علشان الماتش ونتغدى، المطعم دي وقت. طيب ابتسمت الحمد لله، عندي ثقه في ربنا ثم في نفسي ان انا عندي الاليات والتولز اللي هتخليهم يعرفوا، لان هم ما يعرفوش ان الكلام ده في الكرة شكله ايه. فابتسمت قلت لهم بس هتطلبوا وقت مش هديك وقت. والله يا كابتن احنا قعدنا وقالوا هنأخر الماتش مش مهم، وقعدنا واتصلوا بالدكتور عمرو ابو المجد كان رئيس قطاع الناشئين في هذا المكان، قال لهم من فضلك الدكتور وائل ممكن يبيت معانا، بلاش الناس اللي في القاهره الفلسطين خليه معانا عشان محتاجينه كذا. ايه المقاومه دي؟ عشان هم كانوا يجهلوا، اول ما سمعوا وشافوا الكلام ده ابلايت في الملعب تطبيقي وبيفيدهم المقاومه قلت طبعا. فاحنا مشكلتنا في العالم كله اعداء ما نجهل، صح. احنا صح. هنا احنا بنخشى ما نجهل. ويا جماعه النفوس الجميله اللي وائل بيكمل، كريم بيكمل، نهاوند، هي دي اللي صح. بتنجح صح. دكتور زويل لما حصل على جائزه نوبل قال انا ما خدتش جائزه نوبل، ما انا خدت جائزه نوبل وشياكه لا لا لا، قال الست اللي كانت بتكنس وتمسح المعمل اللاب وزميلي وزميلتي في المعمل شركاء في جائزه نوبل. يا سلام. شوف بدا بمين حضرتك؟ يا سلام. طبعا كل واحد طبعا. ليه الدور بتاعه، المكان ده نظيف، هيقول لي طول الشهر هتلبس ايه؟ طبعا. تليفوناتك ايه؟ جدولك ايه؟ والعلماء بقى بيقولوا ايه؟ كل دول هم اللي وصلوا لجائزه نوبل، صح. مش حاجه واحده، صح. مش الدكتور زي. هي عوامل مشتركه، انا بالزبط. بتفق بحضرتك جدا. طيب الوقت بيجي وعايزين انا وكريم نروح لكل الملفات اللي نقدر عليها عشان كمان نفيد يعني الاعمار المختلفه اللي بتتفرج علينا. هنتقل مع حضرتك للناس اللي هي ربما بتصاب شويه ببرضه مشاعر سلبيه او ربما تكون او تصل الى الاكتئاب. نعم نوع من البانيك او الخوف من قبل المباراه، يعني
لا انا بقصد يعني لا انا رايحه لناس تانية، الناس العاديه مش طائفه اخرى هقول حالا وهم الناس اللي مثلا بتصل لسن معين زي المعاش او غيره، دول بيكونوا الى حد كبير زي شويه المراهقين يعني نفس المشاعر شويه المختلطه، ان انا دلوقتي ليا لازمه ولا لا، يعني مشاعر مختلفه. فازاي دي برضو الفئه دي ان احنا نقدر بالظبط كبار السن؟ كبار السن سؤال جميل جدا، وانا بحييكم على التنوع. بدانا بالاطفال والناس المستويات العاليه وكبار السن كل شرائح المجتمعيه. فعلا كبير السن ربنا بيخلق الانسان من ضعف وبعدين قوه وبعدين ضعف وشيبه، فالكيرف بيطلع وينزل، حتى الصاروخ ما بينطلق بيبقاش ستريت لاين، الطاقه بتخلص بيقع او يروح للهدف بتاعه. فشيء طبيعي ان الانسان يبدا بقوه وبعدين ضعف وبعدين ايه ضعف تاني يعني. فكبير السن بيرجع بقى لمرحله الطفوله زي ما بتقولي، بيقول عليها في لغه السيكولوجي النقوص. النقوص يعني الرجوع للوراء بالسلوك، يعني ممكن تكلميه يدمع، ممكن ما تهتميش بيه يحط في نفسه ويزعل، السيلف استيم تقديره لذاته يبقى قليل لو انا ما اسندش عليه وحسيته ان هو عايش. ولذلك بقى مهم ليهم قوي ممارسه الرياضه زي المشي مثلا، لما هو بيمشي وبيحس ان هو انسان وقادر ان يمشي 10 دقائق من غير الم ومن غير كذا، سيلف استيم تقديره لذاته ان انسان عايش وموجود بيزيد، مفهومه عن ذاته انه قادر ينجح وبيأدي وما عندوش اي مشاكل بيزيد، ثقته في نفسه بتزيد، طريقه حله للمشكلات والتفكير في مشكله او اعاده علاقاته باصحابه او صاحباته بتختلف. ليه؟ مجرد ان هو في اوبن اريا مكان مفتوح ابتدى يتمشى بس في او في التراك. فاذا كبير السن لازم نراعي انه بيرجع تاني نقوص الى مرحله الطفوله، فلازم نديله مراعاه، يعني الاب والام في البيت الولد والبنت ما يبقوش قاسيين عليهم. صح. وحاطين في الايمج بتاعتهم ان هم بابا وماما اللي كانوا جامدين، او لما كبروا في السن لازم انا ارجع اعمل اللي كانوا بيعملوه معايا وانا طفله. فلازم اطبطب عليهم، احسسهم بتقديرهم لذاتهم، مفهومهم عن ذاتهم، اديهم ثقه في نفسهم، يعني اخليهم يعملوا حاجات بسيطه تتناسب مع قدراتهم في السن ده فينجح. فلما ينجح ثقته مالها؟ تزيد، وخوفه وتوتره يقل. فلازم كبار السن نهتم بيهم يا جماعه لانهم شريحة مهمه، ما ننساش ان هم اللي كان سبب في نجاحنا. كلام محترم جدا، كلام محترم. هو يعني الكلام معاك شيق ومفيد جدا جدا، فان شاء الله نسعد بوجود حضرتك معانا مره ثانيه، لان زي ما كانت نواند بتقول احنا الحقيقه عندنا ملفات كتير جدا كنا حابين نتكلم مع حضرتك فيها، بس نظرا لضيق الوقت ان شاء الله مره ثانيه. ان شاء الله انا اتشرفت، نورت الدنيا. استفدنا من حضرتك يا دكتور جدا، ورساله حلوه الاخيره دي ان احنا نهتم بكبار السن ونهتم باهالينا، لان زي ما حضرتك قلت هم واحنا صغيرين هم كانوا يعني كل شيء في حياتنا، هم اللي وصلونا ان احنا نبقى كده في اللحظه دي. ربنا يخلي لنا كل اهالينا يا رب ويديهم الصحه.